اهلا بحضراتكم من جديد، والاهلي خط احمر. وهنا بقى موضوع اخر هنتكلم فيه، موضوع ازدواجيه المعايير. يعني ايه ازدواجيه المعايير؟ يعني البطوله الضعيفه من وجهه نظرنا النهارده لو احنا ابطلها بكره هتبقى دي اقوى بطوله في العالم. تمام؟ طيب التحكيم السيء من وجهه نظرنا النهارده لما نخسر بطوله، اول لما نكسب بيه بطوله هيبقى هو التحكيم الافضل في العالم. المعيار اللي دخل على كره القدم المصريه او المتجدد اللي دخل على كره القدم المصريه هو تقنيه الفار. تقنيه الفار دخلت في نص الموسم الماضي او قبل الماضي اللي الاهلي حققه بفارق شاسع من النقاط. كان في ازمات كتيره جدا 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 بتثار. طيب نفس تقنيه الفار بدانا بيها الموسم الجديد، ازمات كتيره جدا جدا بتثار. طيب اصبح الزمالك بطل الدوري، شفتم؟ اول ما دخلت تقنيه الفار الزمالك اصبح بقى بطل الدوري. امنحونا العداله وانتوا تلاقونا الابطال، قاعده كلنا عارفينها، ولكن احنا هنا جايين عشان نقول ان القاعده دي مش سليمه، ومش بس بوجهه نظرنا، لا ده بارائهم. استاذ اسامه، في بعض الحكام مثلا كانوا بيلبسوا اللون الاخضر. انا بتهيألي لو الحكام في مصر في موسم جديد لبسوا لون اخضر والزمالك خد الدوري، هيقولوا ان لبس الحكام للون الاخضر هو احد اهم اسباب فوز الزمالك بالدوري. لان اللون الاسود كان بيعمل لنا اكتئاب في الملعب. لان الفكره في ان زي ما انت قلت وجود معطى جديد، فاحنا مش بندور على تفاصيل ما وراء المعطى، لا احنا بنمسك في الحاجه اللي حصلت جديده، يبقى بص دي اختلفت واحنا خدنا الدوري يبقى السبب. اولا حابب بس قبل ما نروح للفقره واسامه يبدا يتناول الفيديوهات، حابب اصل لفكره. الفار طبعا مفترض ان هو يحقق مزيد من العداله، بس ما فيش حاجه يا جماعه في الدنيا اسمها مطلق، في شيء مطلق وفي شيء نسبي. الفار شيء مطلق ولا نسبي؟ قولا واحدا هو شيء نسبي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي مثلا جهاز الرادار ده اللي بيرصد سرعات العربيات، اللي بيخالف سرعه محدده بيتم رصد مخالفه ليه، ده دور جهاز الرادار. ولكن هنيجي نقول مثلا عربيه بتعدي او اسامه بتخالف السرعه، ومفترض ان هي بتتصور، بيتم ارسال ان هي عملت مخالفه للمسؤولين او اللي واقف عشان يقول لك انت عملت مخالفه. طب صورت وما بعتش، مش هتتحقق العداله. طيب ما صورتش، مش هتتحقق العداله. فينفع تيجي تقول لي ان وجود الرادار على الطرق بيحقق العداله في سرعات السيارات؟ اجابه خاطئه تماما. هو ده التلاعب بالفكره، وهي نفس الموضوع. وجود الفار ليس بالضروره، ليس بالضروره ان يحقق العداله. احنا هنا جينا يا اسامه قلنا نتحدى اي حد عندنا 15 نقطة اتظلم فيهم من النادي الأهلي و13 نقطة استفاد بيهم نادي الزمالك. هل حد طلع قال لنا لا انتوا غلط؟ مفيش. أو هل في آراء خبير تحكيمي عرضناها مش صحيحة؟ لا. إذن الفار محققش عدالة مطلقة. فالكلام عن إن الفار يحقق العدالة المطلقة ده كلام خاطئ تماما. خلينا بس نتكلم يا جماعة عشان البعض ممكن يقول عشان خسرتوا الدوري فبتتكلموا وبتشككوا في الفار. في الحلقة قبل الماضية جبنا لحضراتكم ازاي كنا بنتكلم عن تقنية الفار في دوري احنا فارقين فيه فرق 20 نقطة، لأننا شفنا ان تقنية الفار وقتها ما كانتش بيتم تطبيقها بطريقة سليمة، كان الحكم بيطلع يبص على تقنية الفار في مباراة نادي الزمالك ويرجع ياخد قرار ضد منافس نادي الزمالك ايا كان مين هو المنافس، للدرجة اللي خلتنا اقول ما فيش حكم مصري هيروح عند تقنية الفار ويرجع ياخد قرار ضد مصلحة نادي الزمالك. ده الموسم الماضي اللي احنا ابطال فيه، عشان بس ما حدش يظن ان احنا بنتكلم عن تقنية الفار لاننا خسرنا بطولة الدوري حتى بالاخطاء التحكيمية دي. الموسم ده من اول ضربة جزاء احمد بيكهام في مباراة وادي دجلة واحنا بنقول في مشكلة في القائمين على تقنية الفار، لان في النهاية في عنصر بشري بيتدخل. لو العنصر البشري ده مش متدرب كويس، مش شايف كويس، مش بيحكم بدون ضغوط وبيدي قرار بدون ضغوط، بالتأكيد هيكون في مزيد من العدالة. لكن خلاص المنافس خد الدوري فشاف ان هو ده معيار العدالة. فتعالوا نسمعكم رأيه بعد ما فازوا بالدوري اتقال ايه عن فكرة تقنية الفار. نشوف الفيديو. هل حاول البعض انه يغير الطعم شويه الفتره الاخيره؟
طبعا كان في تشكيك كتير جدا في الفوز، فوز الزمالك باللقب، لكن التشكيك ده انا من وجهه نظري جاي من جزئيه واحده بس، ان دي اول بطوله يطبق فيها الفار، فبالتالي لان اتطبق الفار فده جزء من العداله. طبعا العداله جزء منها الفار، لكن في حاجات تانية كتير المفروض في العداله، يعني جدول الدوري المفروض يتعمل بعداله من بدايه الموسم، ان كل الفرق تلعب في نفس الظروف وفي نفس المناخ وفي نفس الاماكن الملاعب، ده برضو جزء من العداله. لكن الزمالك لما خد جزء من العداله قدر يفوز باللقب بسهوله، وقدر ياخد اللقب، وقدر يحسم البطوله لمصلحته، فبالتالي الجزء من العداله ده كان في مصلحه الزمالك. ودايما احنا بنقوله، يمكن مقوله شهيره لكابتن الجنرال محمود الجوهري المدير الفني لمنتخب مصر، كان دايما عنده مقوله شهيره ان ادوا العداله الزمالك هيكسب البطوله وباقي الفرق هتنافس على المراكز الثانيه. فالمقوله دي بتاعت الكابتن محمود الجوهري اعتقد ترسخت في هذه البطوله، وده السبب اللي خلى الاخرين بيشككوا في اللقب. تفتكروا هيثبت على الراي ده؟ دلوقتي بيتكلم عن ان جزء من العداله ان يكون في عداله تحكيميه، والفار جه واكد العداله التحكيميه، واستشهد بمقولة الكابتن محمود الجوهري اللي احنا للمرة المليون بنقول لكم يا جماعة قالها فين؟ يعني انتوا طلعتوا بالمقولة دي منين؟ يعني في فيديو للمقولة دي؟ طب في خبر صحفي؟ اعملوه فوتوشوب حتى عشان تجاوبوا على اسئلتنا، يعني هاتوا كده جريدة الاهرام الاخبار اي فوتوشوب وقولوا الجوهري الله يرحمه قال امنحوا الزمالك العدالة التحكيمية واتركوا باقي الفرق تنافس على المركز الثاني. الاعتراض التاريخي الوحيد في تاريخ الكابتن محمود الجوهري على التحكيم، لدرجة ان كان في محاولة اعتداء على حكم المباراة الكابتن محمود عثمان، كانت بسبب الغاء هدف الكابتن ربيع ياسين في مباراة الاهلي والزمالك. فانت بعقلك كان الكابتن جوهري مدرب الاهلي، حاول تفكر. ايوة طبعا الكابتن جوهري كان مدرب نادي الاهلي في 84. حاول تفكر، هل مدير فني كان خروجه الوحيد عن التحكيم كان ظلم واقع على النادي الاهلي هيطلع يقول المقولة دي؟ في النهاية انتوا بتتكلموا ان لما توفر الفار اتوفرت او فاز الزمالك بالبطولة. طب وبطولات النادي الاهلي ودوري ابطال افريقيا؟ مع العلم ان تقنية الفار في دوري ابطال افريقيا تم تطبيقها على اعلى مستوى، مش هتقدر تجيب في مباراة من مباريات النادي الاهلي في الدور قبل النهائي، دي طبعا بطولات النادي الاهلي في تقنية الفار، في وجود الفار. اتنين دوري ابطال افريقيا 27 نوفمبر عمرو السولية ومحمد مجدي قفشه، يعني له فضل كبير جدا محمد مجدي قفشه على كره القدم المصريه بشكل عام في الفتره دي، وكاس مصر والسوبر الافريقي والدوري العام اللي هم بيقولوا اصل هو اتطبق في نص الدوري. انا عايز اروح لبطوله افريقيا، وهي فكره انا عايز تطلع لي مباراه قبل نهائي النادي الاهلي امام الوداد، او نهائي امام نادي الزمالك، او قبل نهائي امام الترجي التونسي، او نهائي امام كايزر تشيفز، وانت بنفسك احكم على تقنيه الفار. هتلاقي ان النادي الاهلي كان في كل مباراه عنده حق، لو مفيش تقنيه فار كان هيهدر عليه. مباراه الترجي ركله جزاء وطرد لمدافع الترجي، مباراه الوداد ركله جزاء، مباراه كايزر تشيفز طرد كان هيتم تجاهله لو ما كانش فيه تقنيه الفار، مباراه الزمالك لو حكم مصري كان ممكن الفاول اللي على اشرف بن شرقي ضد ايمن اشرف كانت هتتقلب الايه، ما عادي بتحصل، والله بتحصل كتير. فدي تقنيه الفار اللي اتطبقت بشكل سليم. هل انت مقتنع ان تقنيه الفار بكل الاخطاء اللي رصدناها دي اتطبقت بشكل سليم؟ طب سيبك من الاخطاء، هو اصلا هيثبت عند رايه مين؟ الاستاذ عمرو الدردير. ومن امتى ثبت على رايه؟ تعالوا بقى نشوف الفار اللي حقق العداله التحكيميه، والفار اللي كان احد اهم اسباب فوز نادي الزمالك بالدوري على اعتبار ان هو حقق العداله، نفس الشخص كان رايه ايه فيما يخص التحكيم؟ نطلع ونشوف الفيديو. فما ينفعش ارجع خطوه لورا، الفار مهم جدا، في انديه هتتظلم من الفار او تتظلم من التحكيم، التحكيم طول عمره في اي مكان هو شمال. راضي على التحكيم بنسبه كام في الميه؟ لا التحكيم طبعا التحكيم عنده مشاكل، بدليل ان زي ما علاء قال 70% او 80% من ضربات الجزاء اللي اتحسبت في الدوري السنه دي 80 ضربه جزاء
90% منها رجعت للفار اللي حسبها مش الحكم. انت راضي عن يعني في حكم انا شفت مباراه حكم قاعد جنب الكوره وهي كلنا واخدين بالنا ان بنن هو ما حسبهاش، فاستنى لما الفار يقول له وبدا وبعدين رجع حسبها. طب ما انت جنبها. انت راضي عن التحكيم بنسبه كام في الميه؟ راضي عن التحكيم بنسبه في عهد كابتن وجيه احمد، راجل محترم جدا وحد جميل، راضي عنه بنسبه 10%. التحكيم صعب جدا، والتحكيم انا بقول لحضرتك حكم قاعد جنب ضربه الجزاء ومش عايز يحسبها، مستني لما الفار يقول ما هو على خطا. ما فيش حاجه اسمها كده يا كابتن. بصفه عامه الحكم هو سيد الملعب، انا اقول قراري. انا لو قراري فيه خلاف ارجع للفار، مش ابقى انا مستني علق على بعض وبتاع الفار مستني يلبس الحكم الساحه وحكم الساحه. لا، في كده تركيبه مش صح. يعني انت تديله 10%. عارف فكرة انت الاول على الفصل بعشرة في المية، هي نفس الفكرة. الفار اللي حقق العدالة التحكيمية او شايف ان هو كان اهم اسباب فوز الزمالك بالدوري لانه حقق العدالة، حقق العدالة دي بعشرة في المية. في معيار في العالم بيحقق العدالة بنسبة 10%؟ يا جماعة الشيء اللي بيحقق عدالة بنسبة 10% هو شيء غير عادل بالمرة، لا يمكن يتصف بالعدالة وهو حقق عدالة بنسبة 10%. الكلمتين والوصفين مع بعض لا يتسق ابدا، عشان كده الكلام بيكون حسب القناه وحسب الموقف وحسب التوقيت. بالتاكيد هو في قناه نادي الزمالك اتكلم عن فكره ان لما توفر جزء من العداله، الجزء ده اللي هو العداله التحكيميه، لانه قال في حاجات تانية ما فيهاش عداله، ففيما معناه ان العداله التحكيميه توفرت بشكل كامل. فيش اسبوعين وبدا يتكلم عن فكره ان هو مش راضي عن التحكيم، وان 10% فقط لغير نسبه رضائه عن التحكيم في وجود تقنيه الفار، واتكلم عن ان في مشكله بين حكم الساحه وحكم الفار والاثنين بيعتمدوا على بعض. اذن اعتراف واضح وصريح وضمني ان تقنيه الفار لم تكن بنسبه عداله كافيه لافراز بطل حقيقي للدوري المصري. هل توقف عند هذا الكلام؟ لا، ده اتكلم في سكه تانية خالص عن فكره بقى العنصر البشري اللي بيدير او اللي بيطبق تقنيه الفار. نشوف وجهه نظره ونرجع نعقب. هل الفار نجح في مصر ام انه يجامل حسب الاهواء الشخصيه؟ هل انت مع الغاء الفار؟ مع الغائه؟ لا، انا مع وجود الفار، الفار مهم جدا. الفار ده احنا يعني تعبنا عشان نوصل له، وهو بيحسن من اداء الحكام وبيساعدهم على انهم ادائهم يبقى افضل. لكن في النهايه المشكله مش في الفار، المشكله في اللي بيديروا الفار، في العنصر البشري. المشكله في اللي بيديروا. فعايزين يعني بأناديهم بشويه ضمير. لازم يبقى عندي ضمير وانسى الالوان اللي بتلعب. انا ضميريا اللعبه فيها خطا هحسبها خطا، فعايزين شويه ضمير بس. تمام، شويه ضمير. الأستاذ عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بيشكك في ضمائر التحكيم المصري. هنا على مدار موسم كامل كنا بنتناول الأخطاء ولا نتعرض إطلاقا لشخصية الحكم، لكن لما يقول التحكيم محتاج يكون عنده ضمير ومحتاج ما يحبش الألوان أو يفضل ألوان، فحابب أقول له إن جملة الألوان دي استخدمت مرة واحدة في الموسم الماضي من الكابتن سمير محمود عثمان لما قال لحكم بعينه أنت عندك أحسن من كده وأتمنى أنك تحب نفسك أكتر ما تحب النادي ده. وأعتقد النادي ده ما كانش النادي الأهلي. الحكم اعتزل قريبا بعد احتسابه ركلة الجزاء في الدقيقة 92 للنادي ده. ده اللي بيتكلم فيه الأستاذ عمرو الدردير، مما يعني إن الأستاذ عمرو الدردير شايف بوضوح إن تقنية الفار لم تطبق بشكل عادل، وشايف كمان تشكيك في اللي بيديروا أو اللي هم منوط بيهم استخدام تقنية الفار وهو التحكيم المصري، على عكس النادي الأهلي اللي كان دايما بيطالب بتحكيم أجنبي مرارا وتكرارا خلال الموسم واتحاد الكرة رافض. إذن حضرتك شايف إن تقنية الفار ما كانتش عادلة، فإزاي قادر تتباهى بإنك حققت أول دوري في تقنية حرمت النادي الأهلي من العدالة؟